مشاهدينا دعونا نتحدث عن قاعدة إنجلز أو حديقة الاتحاد الروسي. طبعا هي أهم منشأة عسكرية في العمق الروسي، حيث يرتكز فيها أسطول كبير من القاذفات الاستراتيجية تعتمد عليها موسكو وبدرجة كبيرة في عملياتها الدفاعية وأيضا العسكرية. إنجلز إذن هي قاعدة جوية عسكرية استراتيجية تقع على بعد 14 كيلومترا شرقي ساراتوف، وهي مدينة روسية تبعد عن موسكو بحوالي 858 كيلومتر. القاعدة تعتبر الركيزة الأساسية للجيش الروسي في مختلف العمليات الجوية التي يقوم بها، وخصوصا طبعا في الفترة الأخيرة. فمن خلال هذه القاعدة تنفذ روسيا كل عمليات قاذفات القنابل الرئيسية، وهي أيضا موقع التشغيل الوحيد للجيش الروسي للقاذفات الاستراتيجية توبوليف 260. تضم القاعدة مدرجا بطول 3500 متر وحوالي 10 أغطية كبيرة، بحيث تتمركز بها قاذفات القنابل الاستراتيجية للطيران بعيد المدى، قاذفات تجعل من الصعب استهدافها بأعمال تخريبية أو تنفيذ ضربات سريعة عليها. ومن هذه القاعدة تحديدا يمكن تنفيذ العديد من الهجمات الصاروخية على الأراضي الأوكرانية بقاذفات تدخل المجال الجوي لبحر قزوين ليصل بعدها إلى عمق الهدف طبعا المدروس. جدير بالذكر أن هذه القاعدة تضم أكثر من 20 قاذفة قنابل، بما في ذلك 260 و295 ذات القدرة النووية. يعد استهداف القاعدة من طرف الجيش الأوكراني مهمة صعبة للغاية، خاصة أن هذه القاعدة ومنذ بداية العمليات العسكرية الروسية تخضع لحراسة عالية المستوى.